خسارتها أمام زياد برجي، إليسا تنتصر قضائياً على شرب الخليل وتلزمه بمبلغ خيالي. صحافة صفرة تعاملت معه بالطريقة اللي لازم أتعامل فيها معه، جهلتهم. بس في عاد اسم الفنانة اللبنانية إليسا إلى الواجهة من جديد وتصدر ترند على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيئة حكما غيابيا قضى بإدانة المخرج والكاتب شرب الخليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و584 من قانون العقوبات. في وحدة تملي في دارك وفي ضعفك أتقوي. وبعد الإدغام معاقبته بتغريمه مبلغاً وقدره 400 ألف ليرة لبنانية وبإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر وتضمينه الرسوم والنفقات كافة. إنه في حسابات خاصة فإذا ما في حسابات مع حدا يا أخي. طب جاوبني هيدا السؤال. هول جماعة أخدين البلد على الهوية. أوكي. أنا وزبيت من هول كل تبع الصور. يذكر أن الدعوة المشارة إليها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها إليسا بواسطة وكيلها المحامي ألان خوري في حق خليل، الذي نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بالفنانة، ما شكل توافراً للعناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. بالعقد ده عقدتني. الجدير بالذكر أن إليسا ربحت الدعوى على شرب الخليل، لكن خسرت أمام الفنان اللبناني زياد برجي بما يتعلق بأغنية وبطير. وفي التفاصيل، قام زياد يوم أمس بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية. تضمنت الصورة القرار كاملاً، وجاء في ختامه: تقرر المحكمة بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً ومضموناً وموضوعاً. تضمنت الصورة القرار كاملاً وجاء في ختامه تقرر المحكمة بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف بعد نشر الطلب ورؤيته انتقالاً وأصدار القرار مجدداً بوقف تنفيذ قرار الأمر على عريضة المعترض عليه الصادر بتاريخ 23/3/2023 عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن تحت رقم 16/2023 رد كل ما زاد أو خالف، إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفين، تضمين المستأنف عليها، الرسوم والنفقات كافة. ونشر على الإثر الفنان اللبناني زياد برجي رسالة مطولة أرفقها بصورة عن قرار المحكمة وقال: أبدأ بشكر الله الحق يلي ما بيضيع معه حق. وبطير؟ بدي فقعة. أنا بعرف إنه ما في شيء بفقعة بالدنيا غير لما تشوفني عم غني وبطير. وتوجه الفنان اللبناني زياد برجي إلى محبيه قائلاً: إلى جمهوري الحبيب بقلكن من قلبي، رح طير معكن من كتر الفرح لبعيد، ورح ضل عم برسم معكن مواعيد، بحبكن من نص قلبي. وأكمل: شكراً ماي براذرز، عائلتي، وإلى حبيبتي وروح قلبي وشركة حياتي بقول: وبطير خلقت وبتبقى إلك أنت وبس. هابي أنيفيرسوري ماي بيوتيفول وايف. الحمد لله.